المزيد من تبسيط جذور أو يعني الجذور والمقادير الجذرية. طبعا سنتحدث إن شاء الله في فيديوهات عن العمليات على المقادير الجذرية، والتي طبعا لها الدليل نفسه والمجذور نفسه، وهي تكون متشابهة. والمقادير يمكن جمع المقادير الجذرية وطرحها بطريقة أيضا مشابهة. لكن الآن سنتحدث عن تبسيط المقادير. لدينا مثلا عندما نريد تبسيط جذر زوجي لمقدار أسه زوجي، وكان أس المقدار الجبري الناتج من التبسيط فرديا، فإنه يتعين أخذ القيمة المطلقة كما نرى هنا. مثلا نأخذ القيمة المطلقة للناتج، وبذلك لا يكون الجواب عددا سالبا والجذور الزوجية لا تكون سالبة. أيضا مثال هنا، أيضا سنرى القيمة المطلقة لx، x تحت الجذر تربيع، وأيضا هنا x تحت الجذر يعني قوة 4، إذا x تربيع، وأيضا هنا تحت الجذر x ناقص 5 قوة 6، القيمة المطلقة لها x ناقص 5. والمزيد من تبسيط الجذور، لدينا هنا يعني 40 x قوة 4 مضروبة في y قوة 3 على أن y لا أو أكبر من صفر، كما هو الحال في يعني تبسيط المقادير أو تبسيط الجذور. أنه رقم واحد نقوم بتحليل ما يمكن تحليله إلى عوامل مربع. لدينا 40 x قوة 4 y يعني الأحرف سنحللها، أيضا لدينا 40 هي عواملها 4 في 10 وهكذا، يعني 4 سنقوم بتحليلها 2 2 و10 سنحللها 5 في 2. إذا كعوامل أولية 2 تربيع مضروبة في 2 مضروبة في 5 نمد الجذر، أيضا مضروبة في x قوة 4 و y قوة 2 وأيضا مضروبة في y. أيضا المزيد من التحليل، سنقوم الآن بخاصية ضرب الجذور يعني كالتالي، يعني نفك كل جذر في يعني ونقوم بضرب الجذور يعني كل جذر والعلاقة ضرب في الخارج. إذا 2 تحت الجذر ضرب أيضا 2 جذر 2 ضرب جذر 5 ضرب جذر 4 x قوة 4 ضرب جذر أيضا y قوة 2 ضرب أيضا جذر y. إذا هنا خاصية ضرب الجذور، سنقوم بالتبسيط الآن والمزيد من التبسيط. 2 ضرب تحت الجذر 2 ضرب 5 تحت الجذر، وأيضا ضرب x تربيع ضرب y قيمة المطلقة وضرب تحت الجذر y والمزيد من التبسيط. إحنا حكينا y أكبر من صفر، إذا 2 x تربيع y تحت الجذر 10 y. إحنا حكينا الجذور المتشابهة، سنقوم لها خاصية إن نجمع المقادير الجذرية ونطرحها بطريقة مشابهة، لكن هنا نحن استخدمنا خاصية ضرب الجذور. المزيد من التبسيط، لدينا أيضا سنأخذ هنا أحرف تحت الجذر M قوة 10 مضروبة في N قوة 7 ويعني 5. أيضا هنا أول خطوة نحلل ما يمكن تحليله إلى العوامل المربعة، يعني إذا نفتح الجذر 5 M مربع يعني هي 10، سنقولنا أنه 5 في 2، إذا سنقوم مربع في الداخل مرفوع للقوة 5 في الخارج خارج القوس ضرب N قوة 5، سنرفع الآن الأس مرفوع للأس 5
ضرب إن هو 2، والمزيد من التحليل. إذن الآن خاصية ضرب الجذور هو 5، إم تربيع قوة 5، ضرب أيضا إن قوة 5، ضرب أيضا إن قوة 2. الآن أيضا والمزيد من التبسيط، إذن إم تربيع مضروبة في إن وتحت الجذر 5، هنا جذر 5، أيضا إن تربيع. إذن هذه أبسط صورة، وكما ذكرنا أنه عند تبسيط جذر زوجي لمقدار أسه زوجي، وكان أس المقدار الجذر الناتج من التبسيط فرديا، فإذا نأخذ القيمة المطلقة للناتج حتى ما يكون الجواب سالب، والجذور الزوجية حتى ما تكون سالب. نشكر حسن الاستماع.